يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أهل التأويل يقولون نحن نوافق السلف في التأويل حيث أثبت عن السلف تأويل ونحن أقرب إليه منكم، أي قرب الملائكة، وهذا في كتب السلف، وكذلك حديث وأن الدهر قالوا مصرف الدهر، فالسلف لا يجرون كل شيء. خل مع الأول، ونحن أقرب إليه منكم. الله قال ونحن، ما قال وأنا أقرب إليه منكم، قال ونحن، ضمير الجمع. والظاهر أن المراد الملائكة، ملائكة الموت الذين يحضرون عند قبضه، يحضرون عند قبضه. نحن أقرب إليه منكم، هذا ضمير الجمع، والمحتضر عنده ملائكة الموت يقبضون روحه، ولا يراهم الحاضرون. الحاضرون ما يرون الملائكة، وهم أقرب إلى الإنسان من الجالسين عنده من البشر. والثاني، وكذلك في حديث وأنا الدهر فقد تأولوه، هذا حديث الرسول، وأنا الدهر هذا كلام الرسول، بعد يقول هذا تأويل، الرسول مؤول، الرسول فسر هذا، فسره بقوله أقلب الليل والنهار، فمعنى أنا الدهر أي أنني أقلب الليل والنهار وأدبر الليل والنهار، هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو بتأويل من الناس. فمعنى أنا الدهر أي وسره الرسول بقوله أقلب الليل والنهار. نعم. يقول فقد تأولوه مصرف الدهر، فالسلف ما هم اللي تأولوه، قبح الله هذا القائل، ما هم هم اللي تأول، هذا الرسول قاله، هذا نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.